الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنوب والصلاه والسلام على الحبيب المحبوب. نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. بابل الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا ومرحبا بكم معنا مع اللقاء المتجدد دائما مع مجلس الحبيب علي جفري بابل الكرام كما تعودنا دائما نستفتح دائما بما هو خير بآيات بينات من اي الذكر الحكيم يتلوه على مسامعنا القارئ الشيخ سيد محمد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبه ما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمت قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب علي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكبر أَكْثَرُهُمْ <صفيق> لَا يَعْلَمُونَ <صفيق> لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ <صفيق> لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ <صفيق> ان الله هو الغني الحميد ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمد والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، صدق الله العظيم. الله <applause> صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين يا رب العالمين ولا أحبابنا الكرام مع الإنشاد والمديح مع ابتهالات من المداح المنشد عبد السلام الحسني إلهي لا تعذبني فاني مقر بالذي كان مني الهي الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي كان مني وما لي حيلة الا رجائي لعفوك ان عفوت وحسن ظني إلهي لا تعذبني فإني مقر بال وحسن ظني إذا فكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني ولو أني ولو أني صدقت الزهد في الدنيا قلبت لأهلها ظهر بجني كم من زلة لي في الخفايا وأنت عليّ ذو فضل ومنّي يظنّ الناس بي خيراً، يظنّ الناس بي خيراً وإني لشر الناس إن لم تعفو عني، إلهي لا 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 تعذبني فإني مقر بالذي كان مني إلهي قر بالذي, بالذي, بالذي قد كان مني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ما مضى ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلح. إلهي لا تعذبني فإني مقر بما قد كان مني. سبحانك ربنا. أحبابنا الكرام بعد أن استمعنا إلى عبد السلام الحسني الآن حال لقاؤنا حال لقاء الدرس والموعظة والكلام الطيب من حبيبنا الحبيب علي الجفري الله أكبر الحمد لله حبيب التائبين ومغضق العطاء للمفتقرين وملاذ اللائذين وغياث المستغيثين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وانتهى الحديث في شان الخلاف الذي يكون بين الإنسان والآخر في رأي حول الدين إلى وضع قواعد ينبغي أن يقيم الإنسان على أساسها خلافه ولعله من المستحسن قبل الانتقال الى شؤون الخلاف الذي يحصل في الراي حول امور الدنيا ان يشار الى مساله يكثر الكلام عنها وهي ان الدين ليس حكرا على احد وانه لا يوجد في الاسلام خصوصيه لرجال الدين بل الاسلام للجميع وهذا الكلام فيه خلط بين حق وباطل تفرع عنه خلط في التصرف بين حق وباطل. الاسلام من حيث من حيث كونه دين يتعامل به مع الله فهو ليس حكرا لاحد، هو للكل كل من اقبل على الله عز وجل واراد ان يعامل الله عز وجل بهذا الدين فالباب مفتوح له. ولكن الخوض في احكام الاسلام الاراء المتعلقه بالشريعه لا ينبغي ان تكون مهدره مبذوله بغير تاهل لها الناس اليوم تستنكف من خائض في بعض شؤون لم يتعلم اسسها في امور الحياه التي لا يترتب عليها الا الدنيا كيف بشان الصلة بالرب سبحانه وتعالى الاسلام له رجال والدين له رجال كيف ليس له رجال هم الذين فرغوا انفسهم وامضوا اعمارهم وبذلوا كلياتهم ليتفقهوا في دين الله وليفقهوا عن الله ما يريد من خلقه افيكون شان تحصيلهم هذا في مستوى الذي جعل فهمه للدين عائدا الى مطالعات عابره في اوقات فراغه او سويعات محدوده يقضيها في البحث عن حديث او نحوه ونجعل هذا كهذا من حيث ان لهذا الحق ان يتكلم ولهذا الحق ان يتكلم هذا باطل لا يقبله عقل قبل الشرع والنقل لا باس نريد العالم الطبيب العالم المهندس العالم الموظف ليتكلم في الدين العالم الاقتصادي ليتكلم في الدين لكن يكون عالم ليس كل من لديه شهادة تثبت أنه مثقف في مجال من مجالات الحياة ليس له بهذه الثقافة التي نالها أن يتسور على جدار الشريعة فيتكلم عنها كما يريد وكيفما يريد أنت قد أكرمت بجانب من جوانب الحياة قد تعلمت فيه وتثقفت وأتقنت وتخصصت هذا طيب أردت أن يكون لك إسهام في إثراء الفكر الإسلامي في خدمة أحكام الشريعة في المستجدات في الحياة هذا طيب تؤجر عليه لكن تعلم قواعد الشريعة حتى إذا خطت خطة على أساس أما أن أكتفي بما يميل إليه عقلي دون ان افهم القواعد التي على اساسها استنبط فاعمل عقلي فيستفيد هذا تصور وافتئات على الدين بلا شك وان يقال انه لا يحق لاحد ان يتكلم في الاراء المتعلقه بالاحكام الشرعيه الا بعد ان يتعلم فلا اظن ان هذا يزعج احدا يريد الحق ان قلنا لا يحق لاحد ان يتكلم ابدا الا علماء الدين ومن كان له شيء من علوم الحياه فليس له دخل هذا باطل. وايضا من الباطل ان نقول من دخل في شيء من شؤون الحياه الدنيا في علومها فليس فله الحق ان يتكلم كما شاء في الدين لانه مسلم مثل العلماء هذا ايضا باطل. فلا نجر الذي يقول لا يتكلم احد في الدين ما دام دخل في شؤون الدنيا ولا نجر ان نجعل الدين سبيلا لكل من اراد ان يخوض فيه. أن نجعل العلم والأحكام الشرعية مباحة لكل من هب ودب نجد كل إنسان يفتي ويأتي أحدهم إلى الآخر ما رأيك في كذا يقول رأيي أن هذا يجوز يقول بس أنا مش مقتنع أنا أظن أنه ما يجوز سبحان الله وهل هي تخمين أو تنجيم أو ضرب خيال تعال وتعلم أسس الفهم للقواعد الشرعية ثم قل كذا وكذا يكون لرأيك ثقل عندئذ لا يكون جزافا وهذا الشان اي شان الخوض في الامر بعد تعلم على اساسه يكون شان الاجتهاد في الاحكام الشرعيه التي استجدت ولم يكن لها سابق فيما مضى عندنا احكام قد نظر فيها العلماء فيما مضى وأنضجوها استنباطا عن الكتاب والسنة ولم يطرأ جديد على المعطيات التي على أساسها استخرجوا هذا الحكم لم يبنوها على نظرية علمية كانت سائدة في عصرهم ثم ثبت خلاف هذه النظرية وإنما هي أمر لا يتعلق بما يستجد هذه لا تحتاج إلى عادة نظر في الأدلة وفي الكتاب والسنة قد خدمها من سبق لكن أمورا جديدة قد استجدت في الأمة وسائل بيع وشراء لم يكن لها نظير في السابق حبارة قد دخلت الناس, الناس فيها وصار لها مستجدات يحتاج الإنسان أن يستنبط أحكاما لم يكن ذكرها العلماء السابقون رحمهم الله تعالى بسبب أنها لم تكن عندهم في عصرهم في هذه الحالة باب الاجتهاد مفتوح لكن لمن؟ لمن توفرت فيه آلة الاجتهاد صار له مجال للعلم وما وجدنا أحد من هؤلاء في بلدتنا نراسل من الخارج أما أن نجترئ دون آلة نستطيع أن نعرف بها دون إمكانيات علمية صحيحة نستطيع أن نفقها بها فهذا الباطل بعينه يصلح لشخص مساعد صحي يسمونه تمرجي في مصر لمساعد صحي إذا كان في بلدة لا يوجد فيها طبيب ورأى إنسان عنده مغص وخشي أن تكون الزايدة أن يفتح البطن بالمشرط ويجري العملية ممكن طيب حاجة ضرورية الآن ما حد في البلد غيري ما حد في البلد غيرك خذوا بالإسعاف إلى البلد التي بجوارك نعم. إلى البلد التي بجوارك أما شيء أن تفعل شيئا يترتب عليه أثر على الإنسان محسوس وأنت غير أهل لذلك غير مهيئ غير مأذون لك ولو فهذا افتئات لبيك حتى ولو نجح مرة حتى ولو نجح مرة المبدأ خطأ فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالدين نعم. الذي الآثار لا تنتهي الاثار المتعلقه به لا تنتهي ابد الاباد في الاخره فينبغي ان ننزل الدين منزلته وقدره وان نعطيه مكانته ايضا الحديث عن العلماء العاملين الذين من الله عليهم بشرف خدمه هذا الدين مع الصدق والاخلاص وحسن المعامله مع الله ومع الخلق التي بدت منهم ينبغي أن نعرف لهم قدرهم من يعتقد الإنسان أن من الصراحة ومن الشجاعة ومن الإتقان للعمل أني أنتقد أنتقد العالم والطبيب الكبير والمهندس الكبير والحاكم بنفس المستوى الذي أنتقد به صاحبي وأخي الذي يلعب معي والذي أجلس معه أين أنزل الناس منازلهم؟ عندما أود أن أنتقد باطلا أمامي يجب أن أنتقد الباطل الذي أمامي ينبغي لكن على أي أساس هل لمجرد النقد لأثبت لغيري أني على فهم هل لمجرد أن أخبر الآخرين أن هذا سوء أم أن هناك حكمة يترتب عليها تغيير الخطأ الذي أمامي وأريد تغييره هذا الذي ينبغي أن نفقهه إذا أردنا أن نطرح رأي نعرف حرمة الله عز وجل في الذين أتمنهم على دينه ورسالته ولهذا يتعجب أن يسمع أو يقرأ في شيء من الوسائل الإعلامية كلام على بعض آئمة السلف الصالح من الثابتين على الحق على نحو لا يتجرأ الكاتب أن يتكلم به عن زميل له في العمل عن مديره في العمل لا يستطيع أن يتحدث بهذا الأسلوب عن الرئيس المباشر له في العمل كيف بإمام من أئمة الدين رضي الله عنهم وارضاهم فإن الأمة التي لا تعرف قدر علمائها لابد وأن يضيع الله قدرها بين الأمم لهذا يقولون ذلة ذلت أمة أذلت علمائها وأيضا كما سمعتها غير ما مرة وذلت أمة ذل علمائها إذا فقهنا هذا المعنى وعرفنا تعظيم الدين فيمن ائتمنهم الله عليه سيقيم الله لنا سبيلا في معرفة كيف نختلف في الرأي إذا طرح الاختلاف في الرأي هذا فيما يتعلق بما يسر الله عز وجل الخوض فيه في شؤون الاختلاف في الرأي في الأمور المتعلقة بالدين يضاف إليه ألا أجعل مراد نفسي ومصلحتي هي التي تحكم في أخذ بالرأي صواب, صواب أو خطأ عندي شيء من الكسل أريد أن أوكل أر... غيري ليرمي عني الجمرات الواجب أن أرمي بنفسي أسأل العالم يقول لا يجوز ما دامت المسألة كسل يعني مكسل تعبان شيء بسيط ما عندك المرض الذي يحجزك عن الخروج حقيقة هذا العالم متشدد ولا أنا أعتقد الدين مش هكذا رأينا الدين واسع مش بهذا الأسلوب المتزمت هذا رأيك وهنا خلاق خلاف بين رأيك وبين الرأي الذي طرح ما الذي يجعل هذا الراي قد نتج عندك ما الذي جعلك تقول بهذا الراي هل بني على أساس علم هل تابعت المسأله هل بحثت عنها في الكتب كلها يا أخي الدين بالعقل لا الدين بالعقل الخالي عن أثر الهوى هنا ليس عقل هنا عقل مخبوط مربوط بالهواء كسلت ولو كنت نشيطا وليس بك كسل لممت الذي يفعل مثل هذا العمل تجد هذا الأمر مستنكف منه أن تراه في غيرك تستثقل أن ترى غيرك لا يريد أن يخرج في حال نشاطك ولما كسلت أنت تريد أن تجلس فشأن الهوى إذا دخل في الاختلاف في الرأي أن يبعد الإنسان عن الحق شاء أم أبى شوفوا إبليس أب أبهر الرأي مع الله عز وجل لما نهاه لما عاتبه الله وسأله عن سجوده لما لم يسجد قال خلقتني من نار خلقته من طين أنا عندي قياس النار في نظري أفضل من الطين فالمفروض أنا ما أخضع له لما أخضع له أراد أن يقيم معنى رأيه مع ربه سبحانه وتعالى ووجه الخطأ هنا في أنه قد اعتمد الرأي القائمة على الهوى هو متكبر لا يريد أن يخضع حاسد لا يريد أن يرى النعمة في أحد أمامه هو معجب بنفسه لا يريد أن يشعر أن غيره أفضل منه فهذه الشؤون لم يواجه بها الحق لكنه جاء بمثل هذا الراي خلقتني من نار وخلقتهم أسجد لبشر خلقتهم من طين أنا أسجد لك أنت يا رب وحدك إن وحدتني عظمت من أمرت بتعظيمه هذا المعنى ينبغي أن يفقهه من يسمع كلاما أو خلافا في الراي في مسائل الشريعة والدين وينبغي للعلماء في المسائل التي يستطيعون أن يحلوها فيما بينهم البين دون أن يسمع بها العوام وهي قد تسبب بلبلة بين الناس أن يغلقوا على أنفسهم أبوابهم ويتباحثوا فيه فيها ليخرجوا للأمة بحل يفض النزاع الذي يحصل للأمة لهذا نحب أن نجدد الدعوة للذين يرون خطأ ما نقول أو ما نذهب إليه المرحلة لا تحتمل هذا النوع من التنازع. الأمة الآن في حاجة إلى أن تتفق أن تفقه وتتفهم أنها أمة تستطيع أن تتسع للعالم حتى لغير المسلم تستطيع أن تتسع له فتقنعه بالدين أو أن تتعامل معه دون أن يضر بدينها ودون أن تضر ودون أن تضر هي بإنسانيتها في المعاملة نحن في 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 تحمل لرسالة تسع حتى غير أهل الإيمان فكيف نضيق على أهل الإيمان؟ فكيف يضيق فهمنا لأخذنا بالرسالة على من يشاركون خدمة الرسالة من أهل العلم أو من أهل الفضل ذلك نقول لإخواننا الذين لهم هذه الآراء المكهربة نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هذا خطاب أمرنا الله أن نخاطب به غيرنا ممن ليسوا في ديننا فكيف ونحن أصحاب الدين الواحد لا نأتي ونجلس مع بعضنا البعض ونظرنا إلى البعض نظر الاسترشاد وطلب الاستهداء والفهم والاصغاء لما عند الاخر لما لا نجتمع ونجلس ويجلس المعنيون بالعلم ويضعون ادلتهم التي اختلفوا فيها مع بعضهم البعض بنيه انقاذ الامه لتخرج الامه بشيء من راب الصدع من جمع الشتات من لف الشمل مره اخرى لم الشمل والاستعداد اعداء المسلمين مع شده الخلاف الذي بينهم اشد من الخلاف الذي بيننا يا اخوان الخلاف الذي بين اعداء المسلمين البعض بعضهم البعض اشد من الخلاف الذي بيننا وبينهم واكثر لكنهم استطاعوا ان يتجاوزوا ليقفوا امامنا مع انه لا يوجد جوانب تجمعهم على الحقيقه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لكن نحن عندنا الدين الخالص الذي يمكن ان يجمع اصحابه وأن يجمع العالم مع أهل هذا الدين. فكيف نجعل فهمنا للدين أن لا نستطيع أن نجتمع سويا؟ من قال لك أن الدين يفرق بينك وبين أخيك الذي أمامك؟ الدين حتى لو كان أخوك مسيئا يعلمك كيف تعينه على أن يخرج يخرج من إساءته. نحن نحتاج إلى هذا الإحساس، إلى هذا الصدق، إلى هذا الصدق في النظرة. نحتاج إلى أن يكون من يختلف مع الآخر من أهل العلم بعد أن يختلف معه يعود ويصلي ويسجد ويبكي في سجدته من أجل أخيه يبكي لربه فأن يبصر أخاه الذي ينبغي أن يفهم وليس يعود وفكره كيف يتخلص من هذا الذي أمامه هذا الذي ينبغي أن يكون قاعدتنا حتى لو كان الحق معنا لو تيقنت بما لا يدع للشك مجالا أن الحق معي وأن الباطل مع أخي أيضا بما لا يدع مجالا للشك فمن أسس الصدق في معاملتي مع الله أن أنظر الى هذا الاخ نظره المشفق لا نظره المعادي لا نظره المريد التخلص منه نظره المشفق الذي يرغب في ان ينقذ اخاه من الباطل وليس الذي يرغب ان يثبت ان اخاه صاحب الباطل هذا المعنى الذي ينبغي ان نقيم عليه اسس الاختلاف في الراي في الدين وبه سنعرف ايضا كيف نختلف في شؤون دنيانا ولا يزالون مختلفين إلا من إلا ما رحم ربك إلا ما رحم ربك إلا ما رحم ربك وتأمل ولم يقول إلا من رحم ربك تعرف الفرق إلا ما رحم ربك منهجا كاملا الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ما هو الشيء الذي يرحمه الله جعلها هنا ما وليس من لنفهم أن المسألة ليست الذوات ولكن المسألة منهج فلما دام فما دام المسألة منهج إلا ما رحم ربك المنهج الذي رحمه ربك من سار عليه هو الذي سيخرج عن دائرة هذا الاختلاف المشكل بين الناس ومن أقوى أسباب خروج الإنسان من اختلاف في الرأي على وصف غير لائق المعنى القبيح للاختلاف في الرأي الذي لا ينمي الذي لا يستزيد الإنسان به انتفاعا وقربا الذي يخرج الإنسان من ذلك أن يتعلم كيف يكون مع الله على نفسه كيف يتعرف المؤمن أن يصل إلى حال يكون به مع الله على نفسه فإن كنت مع الله على نفسك ستكون مع خلق الله وعباد الله على ولهذا لما سئل أحد أئمتنا من الذين أجر الله على يديه الشيء الكثير للأمة من اجتماع القلوب والنفع والتأثير فيها كيف أثرت هذا الأثر ذكر من بعض الأمور التي ذكرها فقال ما خاطبت أحدا ولا خاطبني أحد إلا كنت معه على نفسي هذه القاعدة من الاختلاف في الراي حتى في الاختلاف توصل الانسان الى رقي في سرعه فهم الحق وان وجد من لا يريد ان يفهم الحق في سرعه تفويت الفرصه عليه ان يشق الصف وان وجد صاحب مرض في اعانته على التخلص من مرضه فان الاخلاق مهما ثبت الانسان عليها لا بد وان توصل صاحبها الى التاثير في الاخر أمامك سيء الخلق عملته بسوء الخلق تدخل بينكم نظرية المغالبة نظرية الأسباب الأقوى سيغلب أنت صاحب حسن صاحب سوء خلق هو صاحب سوء خلق عملك بسوء الخلق فرددت عليه بما يتناسب مع سوء خلقه رددت السوء بالسوء وترى أن هذا من حقك أن ترد الأمر بالأمر الكيل بالكيل هنا ستدخل في سنة المغالبة إن كان ردك أقوى غلبته وإن كان دفاعه أقوى غلبك لكن إذا دخلت معه بمعنى آخر عملك بسوء الخلق فعملته بحسن الخلق استمر استمريت من الأقوى منكما في الثبات على ما هو عليه هو الذي سيغلب أنت ثابت على حسن الخلق لابد إن ثبت على حسن الخلق أن تزعزع سيء الخلق كائنا من كان لابد أن يتزعزع إن لم يتزعزع بالعودة إلى الحق والإحسان فسيتزعزع بأن يعمل لك حسابا فلا يستطيع أن يؤذيك بعدها والذي يدفع الإساءة بالإحسان هو الذي يخلع عليه من حضرة الحق ثوب العزة يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما ازداد عبد بعز بعفو إلا عزة يا رسول الله طيب سامحت خلاص يعني بينظرون إلي أني محل استهزاء يلا هذا بيسيء وهذا بيسيء وه كن ذليل بين الناس كان ما ازداد عبد بعفو الا عزه فهمي ان عفوي سيجعلني ذليل لكن الحبيب صلى الله عليه واله وسلم فهمه يقول اني كلما عفوت اعزني الله يا رسول الله الناس الان تغيروا الزمان تبدل الاخلاق تنكرت الناس ما عادوا يعرفون هذا الاسلوب يا رسول الله إذا أنا عفوت سيزداد إصرار على الإساءة وسيستغفلوني نعم هذا ردهم هم لكن رسول الله لكن رسول الله لا يخاطبنا عما سيفعله الناس النبي يقول ستزداد أنت عزة العزة هذه هم الذين سيعطوك إياها أو يمنعوك إياها لا العزة لله جل جلاله أنت تتكلم عن واقع تعاملات الناس وأنت صادق في ذلك أن الذي يتعامل مع الناس بالإحسان إذا كانوا من اهل خساسة الطبع لن يتعاملوا معه الا بالاساءة وسيرونه ذليلا سيحاولون ان يذلوه كلامك صحيح لكن هل يملك احد من البشر ان يعز او ان يذل؟ لا يتاتى هم هم راوك ذليلا في مناظيرهم هم لكن حقيقتك والواقع الذي تعيشه لن تكون فيه ذليلا لانك قد اخذت السبب الذي رضي الله ان يعز من اخذ به الله وعد صاحب العفو بالعز وعده بالعز وعده بالعز والناس توعدوه بالذل من الذي سيمضي امره الناس ام الله <applause> الذي بيده الامر وعد بالعز والذين لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا وعدوا بالذل توعدوا بالذل ان أترك وعده لتوعدهم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم يا رب انت ترى ان دفع الاساءه بالاحسان سيحول العدو الى صاحب نعم أرى ذلك هذا نص قرآني يا رب الذي إذا شتموا أحد لا لا تفهم يعني يستصغروا يستضعفوا أنت تتكلم عن عن ساعة عن ساعتين عن يوم عن يومين لكن جبار السماوات والأرض يدلك على منهج لمدة عمرك إلى ما بعد عمرك لذلك قال وما يلقاها إلا الذين صبروا لأن لها ثمن يجب أن يدفع وهو أن تصبر على إرادة الناس السوء بك أردت الإحسان بهم أرادوا بك السوء اصبر فإذا صبرت أكرمت بالحظ العظيم من حضرة الحق وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإذا تأملت هذا المعنى أضف إليه مبدأ في التعامل الدنيوي مع الخلق في الآراء التي تحصل بينهم وهو أن تخرج عن قيد ضعف نفسك الذي يجعلك تريد أن تثبت للغير أنك الصواب وأن غيرك الخطأ لا تناقش لتثبت أنك على صواب وأن غيرك على خطأ وإذا كانت هذه القاعدة عندك وأضفت إليها قاعدة أن شؤون الدنيا وإن, كان وإن كنا مأمورين أن نحسنها وأن نحكمها ولكنها تابعة لشؤون الدين لشؤون الآخرة فإذا تعارض أمر الدين مع أمر الدنيا قدمت أمر الدين على أمر الدنيا وأضيف إلى هذه القاعدة في الاختلاف في الشؤون الدنيوية في الرأي قاعدة أخرى وهي أن الإنسان مهما توسع في فهمه لا شك وأنا الذي غاب عنه أكثر إن قمت بهذه القواعد الثلاثة وناقشت غيري في أمر وأراد أن يثبت رأيا خلاف رأي وأصر على ذلك الموضوع الذي يناقشني فيه والذي أبديت رأيي فعارضني فيه هل هو موضوع مؤثر في الواقع أم لا إن كان نعم أم لا هنا لها تصرف يختلف عن الآخر تناقش رجل معي في مسألة تمس أمرا واقعيا فأراد أن يثبت خطأ سيترتب عليه شيء في حقه أو في حقه في حق العمل الذي نقوم به في الدنيا في حق آخرين من الخلق إذا سيترتب عليه اثر في الواقع استمر في النقاش حتى أغني على ذي امامي فادفع الباطل بالحق اما اذا اراد ان يثبت صحه رايه وخطا خطا راي في امر لا يترتب عليه شيء في الواقع فمن نقص العقل وقلة الحكمه وضعف التوفيق نقص التوفيق ان استميت في اثبات رأي احد يقول واحد هذه الاضاءه التي في هذا المصباح من النوع المستدير أحد الحاضرين قال لا 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 هذا من النوع البيضاوي أبدا أنا متأكد النوع المستدير إضاءته في العادة تعمل هكذا قال لا لا البيضاوي يصعد نوره بهذه الطريقة وتخاصما وتجادلا طيب ما الذي يترتب عليه في الواقع أنت هنا متفرج حاضر مستمع في درس لا يترتب على علمك بكون النور هذا بيضاوي أو مستدير لا يترتب عليه إصلاح في واقع الموجود هنا فهذا إذا نزاع ميت في أمر لا يزيدك ولا يزيد الذي تتخاطب معه فما السبب في الإصرار على أن تناقش على أن تجادل وتثبت وهو يصر هذا الذي سمى في الشريعة عندنا المراء يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم من ترك المراء وهو مبطل يعني على الباطل لكنه ترك المراء رغبة في رضاء الله عز وجل من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنه بس مقابل ترك المراء يبني له بيتا في الجنه في ادنى الجنه ومن ترك المراء وهو محق الحق معك لكن تركت لان وجدت النقاش تحول الى مراء شيء لا يستفاد منه لا يترتب عليه فائده ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في وسط الجنة قالوا يا رسول الله وأعلى الجنة قال أعلى الجنة لأحسنكم أخلاقا وفي الرواية الأخرى بنى الله له بيتا في ربض الجنة وبنى الله له بيتا في أعلى الجنة المبطل والمحق إذا ليس النقاش فقط لمجرد النقاش ليس الجدل لمجرد الجدل ليس الخلاف لمجرد الخلاف فإن من علامات مرض الإنسان في نفسه أنه يحب أن يعارض الذي أمامه للمعارضة وبعض الناس يرون أن هذا يثري الأمر أني أبدأ من أمامي بالمخالفة فإذا بدأته بالمعارضة حاول أن يستميت في إثبات ما عنده وا 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 هذه النظريات تتنافى مع سمو نظرتنا نحن أهل الإسلام لقيمة الإنسان في حياته الدنيوية الإسلام جعل الإنسان في آرائه الدنيوية في, في تعاملاته الدنيوية يحافظ على شرف نسبته إلى الإنسانية إلى تكريم الآدمية التي أقامه الله عز وجل عليها على هذا الأساس الأساس جعل القواعد عندنا في المخاطبة ألا أكسر خاطر الذي أمامي إلا للضرورة الشديدة حيث لا أجد طريقا إلا هذا ألا أروعه لا أخيفه ألا أنتقص منه ألا أحاول أن أهزه أهزه أهز شعوره ألا أحاول أن أشعره بالتهجم الإسلام علمني إذا خاطبت أن أخفض صوتي والا أرفعه إلا بالقدر الذي يحتاج إليه المستمع أمرني أن أختار أقرب اللفظين إلى جمع القلوب إذا تكلمت هذا أعور من الممكن أن أقول له أعور ومن الممكن أن أقول كريم عين فما دامت اللفظة تحتمل اللفظتان تحملان معنى واحد علمني الإسلام أن أبحث عن أرقهما وأرقاهما لأن رقي في بحثي عن الأرقى في كل شيء في أسلوب تعاملاتي أما أن أعيش مع الذي أمامي أحتال عليه في غير أخذ الباطل في أخذ الحق احتال عليه لاستخرج منه ما اريد اتكلم معه بالشده حتى يهتز في فيتخاطب معي بعد ذلك بالذي عنده او اضحكه وأست... واجعله يضحك ويضحك ويضحك ويصخب حتى يفقد تركيزه في ضحكه وفي لعبه وفي فرحه فينطق بما اريد او استفزه فيغضب فينطق بالذي عنده هذا المنهج فيه اهانه للانسانيه التي اتعامل معها انا اذا تخلصت من هذه الاساليب التي يلجا اليها من فشل في حياته، من لم ينجح في انسانيته هو فلذلك صار فاشلا في نظرته الى انسانيه الذين امامه. ان تخلصت من هذه الاساليب ودخلت في ميدان الاختلاف مع غيري في الراي بالادب بالاحترام بتوقيري ان الذي امامي صنعه الله. ونفخت فيه من روحي. وراعيت أدب المعاملة مع الله في خطابي معه مع ضبطي للقواعد العقلية أو المعطيات أو الأدلة التي سأضعها في الموضوع الذي أناقشه فيه عندها سيستقيم الخلاف على معنى الراكن في المعاملة لكن إذا غبت عن هذه المعاني تحول الخلاف الذي بيني وبين غيري إلى أشبه بالغابة الأقوى يستطيع أن يأخذ الضعيف القوي يأكل الضعيف والاسرع يسبق الى اللقمه فلا ينالها الذي هو ابطا والاذكى يوقع الاخر في المصيبه هذه القواعد التي تستخدم اليوم في الاختلافات الدنيويه بين الناس في شؤون المال او في شؤون المراتب الاجتماعيه او في شؤون الافكار او في شؤون القواعد او في شيء من امورهم اذا وجدت بين الناس حرمت الناس ان يخرجوا في اختلافهم بفائده يفيدون به انفسهم ومن حولهم وحتى الذي ياخذ ما عنده من الاخرين اذا اختلف معهم بالوسائل الملتويه هذه التي فيها الكذب وفيها الغش وفيها الاستهتار وفيها الاحتقار وفيها التلاعب وفيها الحيله وفيها الخداع. هذه الوسائل الذي الذي يتعامل بها ولو اخذ ما يريد في خلافه مع الذي امامه ولو اثبت صحته وخطا الذي خلاف الذي يخالفه امام الناس فان اخذه بهذه الوسائل هو عين الاهانه الهزيمه التي يعيشها. اثبت ان رايي صواب بالقوه اثبت ان رايي صواب بالكذب اثبت ان رايي صواب بالحيله بالخداع باخافه الذي امامي حتى لا يعاندني في رايي اثبت ان رايي صواب باي وسيله من الوسائل الخارجه عن الوصول الى الموضوع بالطريق الصحيح فهذه في الحقيقه هي الهزيمه التي اعانيها لاني وان انتصرت في ظاهر الامر اني اثبت ما اريد او اخذت ما اريد فانا في الحقيقه هزمت في معركتي مع نفسي لكي أكون إنسانا بقي الخلاف في الأمور الدنيوية حول الأمور الشؤون التي لها مرجعية تجريبية نظرية علمية عالم يرى كذا وعالم يرى كذا وكذا في علم ذرة أو في علم طب أو في علم هندسة أو في كيمياء أو في شيء من هذه الشؤون اختلف هذا مع هذا وأراد كل منهم أن يثبت نظريته ما الذي يجعلهم يصطرعون الصراع الشديد الذي نراه اليوم ونسمعه أن هذا يريد أن يثبت لا صحة نظريته لكن يريد أن يثبت صحته هو ولا يريد أن يثبت خطأ نظرية الذي أمامه يريد أن يثبت خطأ الذي أمامه فإن حصل هذا في التعامل فقد الإنسان إنسانيته كم أمر وفقد شيئا آخر الفائدة التي تترتب على الموضوع الذي يناقشه تريد تثبت ان هذا العلاج صحيح، هذه الوسيله في العلاج صحيحه. والذي امامك يريد ان يعني يثبت ان وسيله اخرى هي الصحيحه، انت طبيب وهو طبيب. اشتد الجدل بينكما ووصلت المساله الى تحدي يثبت به كل واحد منكما مركزه ومكانته. فاصر احد الطرفين واستخدم كل ما لديه من وسائل وقوة لكي يرجح امام من يقرر كفه ميزان رايه. وكان رايه خطا، ما النتيجه؟ ما النتيجة؟ النتيجة أن هذا الرأي الخطأ لو طبق على الواقع سيترتب عليه الضرر، أحسنت. سيترتب عليه الضرر على الناس الذين يحيطون بك، وهذا الذي تعانيه الناس اليوم. أن يتحول الاختلاف في الآراء في شؤون الحياة الدنيوية، في شؤون المعيشة، في شؤون الواقع، إلى أضرار يعيش الآن العالم دفع ثمنها. وعندنا في ديننا لكل العالم للمسلم ولغير المسلم من الحلول لمثل هذه الإشكالات التي يقعون فيها ما إن لو أصغوا له عفوا قبل أن نقول ما إن لو أصغوا له ما إن لو أحسننا نحن بيانه للناس لأصغوا لا له فإذا أصغوا له وجدوا سعادته المشكلة ليست في عدم رغبة الغير أن يصغي لي ولك ولكن المشكلة أني وأنت لم نحسن الأخذ بأسباب أن يصغي الآخر لنا لم نحسن مخاطبة غيرنا نحن نملك منهجا في مخاطبة غيرنا يجمع بين واقعية الحياة هذا في شؤون الدنيا بين واقعية الحياة وبين الحفاظ على الإنسان الحفاظ على الإنسانية في الإنسان إذا اختلف وبين الجمع بين هذا وهذا، وبين ان يستفيد الانسان في الاخره من عمله الدنيوي. وهذه عظمه ديننا. اتعامل مع غيري في صفقه تجاريه. غيري اخطا خطا في شرط او في غيره، استطيع ان اكل بسبب هذا الخطا ان انتزع منه مكسبا زائد. ولكني اعلم ان هذا المكسب ليس بصحيح إن ذهبت وأخذت هذا المكسب فأنا ارتكبت جرائم الجريمة الأولى أني أخذت شيئا خطأ ليس لي الجريمة الثانية أني أهنت معنى الإنسانية في تعاملي معي ومع الذي أمامي أمت نوع مودة وحسن إقبال كان بدأ بيني وبينه وهي الصلة التي بين الإنسان والإنسان الجريمة الثالثة والأخطر أني جعلت كسبي هذا الدنيوي سيترتب عليه خسارة في الآخرة لا يعوضها هذا الكسب، بل لا تعوضها الدنيا بأجمع. بينما لو أحسنت المعاملة معه، وجئت على أني صاحب منهج، أتعامل مع الدنيا وبجدية وبفعالية، لكن أملكها لا تملكني. إذا أرادت أن تنتزع مني الدين وهو الأغلى، فلا ألتفت إليها ولا 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 أدع لها المجال. استطعت ان انتزع منه زياده مال لكن بوجه غير حقيقي، غير صحيح، غير حق. وعندي من الوسائل القانونيه ما استطيع ان اثبت بها اني على حق لخطا إن هو وقع فيه. ديني يامرني الا ارضى لنفسي ان اخذ حراما ولا شبهه. ديني علمني ان ترك درهم من شبهه خير من انفاق مائة ألف درهم في سبيل الله. لما؟ لاني لو تركت هذا الدرهم الذي هو ليس لي سأحفظ آخرتي وديني صلتي بربي وهذا المكسب الأعلى الأجل الذي لا نحتاج بعده إلى مكسب آخر لكن لضعفنا اسمع دينك ما منعك عن شيء إلا وأنت محتاج إلى أن تمتنع عنه في الدنيا قبل الآخر إن تركت له هذا الأمر أبقيت لنفسك سر إنسانيتك شرف إنسانيتك أنك لم تخن لم تستغل فأبقيت في ذاتك معنى نسبتك الى شرف الانسانيه التي شرفها الله عز وجل. وهذا مكسب اكثر الناس اليوم لم يعودوا يعرفون قيمته. في ظل احتدام الصراع بين الناس على 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 حرص من كل واحد ان ياخذ اكثر ما يستطيع وان يستغل الاخر بكل ما يستطيع على مستوى الافراد والدول. وجود هذا النوع من التعامل بين الناس هو الذي اوصلهم الى هذا الحال. احفظ انسانيتي في امتناعي عن اخذه ثم بعد ذلك احفظ صلتي بي بالصله التي بيني وبينه هذا لما يرى يريه الله عز وجل هذا النوع من التعامل الذي اقمته معه هو ان لم يكن ان كان سيئا سيبدا يهتز في في قلبه سيدرك قيمه ان يتعامل الانسان بهذا المستوى العالي وان كان غير سيء ان كان محسنا في المعامله فسيعرف معنى هذه المعامله وسيثق بي ثقة أستطيع بها أن أنطلق في عمل الدنيوي معه أكثر وأكثر وهذه من نظريات الاقتصاد الآن التي يعمل بها الشفافية والجدية والصراحة والوضوح والالتزام الرؤي من كذلك اطمأن الآخر الذي أمامك إليك أكثر وتعامل معك أكثر وأكثر وتوسع في مساحة تعامله معك فازددت أنت منفعة دنيوية هذه المبادئ في التعامل على اساسها اذا اختلفت مع غيري في راي استطيع ان اصل بالخلاف الى فائده لي لها. اما الامور التي تعد نظريات او حقائق توصل اليها العلم وفرغ منها فاسلم الذي هو اعلم مني فيها واذا كنت صاحب علم كعلمه اتجرد عن نفسي ويتجرد عن نفسه ونضع المختبر او وسائل الاثبات العلميه المحضه نضعها هي المقدمه المقدمه عندنا لتثبت الراي عند هذا او عند هذا واحيانا قد تتنازل عن بعض رايك الذي لا يضر دينك لتكسب رايا اكبر اراد هذا ان يثبت لك ان الامر كذا والامر ليس كذا ولو اثبت انه كذا الضرر ليس بكبير لكن لو اوجدت الوحشه بينك وبينه الضرر اكبر دعوه وأثبت له أمرا أكبر من هذا يكون هذا تابعا له تناقش أنت وإياه واختلف معك في الرأي وهو صاحب قصور في الفهم أو إصرار أو هوى أو شيء من ذلك انظر إلى هذا الأدب في, 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 في الإقناع على وصف الإفهام لمن يريد أن يفهم والإفهام لمن لا يريد أن يفهم في محاجة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام للنمرود. ماذا قال يا مولانا الشيخ؟ ألم ترى إلى الذي حج؟ اسمعنا اسمعناها. ألم لو رتلتموها؟ ألم تر إلى الذي إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. حجة طرحها إبراهيم. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أراد سيدنا إبراهيم أن يقنع الذي أمامه أنه ليس برب فقال ربي يحيي ويميت فأنا انا انا احيي واميت كيف انت تحيي وتميت يا نمرود؟ قال هذا رجل قد حكم عليه بالقتل عفوت عنك احييته وهذا رجل لم يحكم عليه بالقتل اقتلوه امته حجه باطله غير صحيحه لكن الرجل ما عنده استعداد ان يتفهم ان هذه الحجه خطا فلجا سيدنا ابراهيم الى حجه اوضح فمن وسائل الخروج بنتيجة مجدية سريعة في الخلاف ديني كان أو دنيوي أني إذا وجدت حجة أوضح ألجأ إليها ولا أدخل في الحجج التي قد يجد المعاند أو المناقش أو المخالف في الرأي وسيلة للاحتيال فيها قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يلا أنت رب يأتي بها من المغرب عكس فبهت الذي كفر تحت المسألة فصار في هذا النوع من اثبات الحجه عند الاختلاف في الراي اللجوء الى الاوضح وترك الذي لم يتضح للذي امامك وسيله لسرعه حسم الامر. فاذا لجات الى الاوضح وتركت الاقل وضوحا في شؤون تخاطباتك كنت صاحب راي ان خالفت غيرك لم يملك غيرك الا ان يعود الى رايك ان كان رايك صوابا. واذا عملت الناس بسرعه الرجوع الى رايهم ان كان صوابا وانت مخطئه فلا تخف ان ينظر اليك على انك ناقص. حقيقه الناقص هو الذي يستحي من ان ينظر اليه على انه كان مخطئا. انا كذا النظريه تقول كذا لا لا ما هي كذا الا كذا انت انت تغلطني؟ انت من حتى تخطئني؟ من انت حتى تغلطني؟ ها. إذن المساله الان ما عادت الوصول الى راي الى حقيقه المسألة أريد أن أثبت أني أنا كذا هذا نقص عندي إذا في نفسي شعوري أني ناقص أريد أن أثبت به الكمال فأصر على النقص الذي أنا فيه لكن لو كانت معاني الاعتدال والنضج التي تقرب الإنسان من الكمال في نفسه موجودة لما استحيا من أن يرجع إلى الحق لما استحيا من أن يقول النظرية هذه صواب وليست خطأ وبقي أيضا الا اقدم بعض الشؤون التي ليس لها علاقه في الامر الذي اختلف فيه مع غيري في الراي فاجعلها تؤثر على الراي اتناقش مع هذا وذاك في مساله هندسيه في بناء عماره مشروع العمود هذا سيحمل ان يكون فوقه خمسه ادوار الاخر يقول لا هذا يحمل سبعه ادوار هذا يحمل خمسة ادوار يقول لا سبعة ادوار مهندس ومهندس اشتد الخلاف وطرح هذا رأي وهذا رأي وهذا مقومات وهذا مقومات عند وجود التجرد عدم وجود امر اخر من خ... ليس عدم وجود تدخل امر من خارج ال... الرأي الذي نتناقش حوله ونختلف في الرأي الذي نتناقش فيه ان كان هذا مهندس متجرد وهذا متجرد سيحكمان النظريات التي يعملان على اساسها هذه المساحه تحمل كذا وهذه التربه تستطيع ان تحتمل كذا والعمود قطره كذا وشمكه كذا و و و ونسبه الحديد ونسبه الحصى امور معلومه اذا راجعناها سنصل الى نتيجه وينتهي الخلاف الذي بيننا لكن لو احد المهندسين له علاقه بتمويل المشروع ويشعر انه لو رجع الى راي هذا المشروع سيكون اقل ربحا بدل السبعة الأدوار الخمسة الأدوار سيكون أقل ربحا دخل في, في الرأي الذي نختلف فيه أمر من خارج الرأي يؤثر فيه ليس من صلب الأمر الذي نختلف عليه هنا سيأتي الاضطراب بيننا هنا سيحصل الإجحاف سأحاول أن أثبت ولو كان خطأ هنا سأتعامى عن الحق ولو ظهر أمامي لأن لي غرض آخر غير, الحق غير الرأي الذي أناقش فيه هو وجود الخلفيات الأخرى تدخل المصالح في الشؤون التي يختلف الناس عليها هي من اسباب بقاء وحشه الخلاف بينه وجاءنا الدين والاسلام بتشريع يعلم الانسان لا ضرر ولا ضرار. لو كان هذا المهندس متمسكا بدينه لعلم ان دينه سيقوده في خلافه في اراء الدنيا الى سلامه له وللناس. اباح لك ان تتجر وان تطلب الاستزاده من المال لكن لا ضرر ولا ضرار. وجود سبعه ادوار على عمود لا يحتمل الا خمسه ادوار يترتب عليه تعريض الناس للموت وللخطر. هنا حصل الضرر، اصطدم باراده الكسف اقدم دفع الضرر على جلب النفع. فارتباطي بجانب اخر غير الذي اناقش عليه واختلف على اساسه، اما ان يكون سماويا واما ان يكون ارضيا. ان كان ارضيا فسيدفعني الى الظلم والاساءه والى القبح شئت ام ابيت هذا دافع في الاصرار على السبعه انه يريد المكسب وهذا دافع في الاصرار على الخمسه قاعده شرعيه لا ضرر ولا ضرار فان أدمنا في تعاملنا مع الناس مع بعضنا البعض المسلمين في اختلاف ارائنا الدنيويه قواعد الارتباط بديننا لسلمنا وسلمنا الذين حولنا منه وانتهينا من الخلاف الى راي سديد ولو آمننا غيرنا من غير المسلمين بذلك لوصل غير المسلمين إلى إحساس بأنهم محتاجون إلى قاعدتنا هذه لأن هذا الذي يأكل الحرام يأكل المال بغير حق ولا يبالي ويريد أن يفرض رأيه بأي أمر بأي وجه كان مهما أظهر العزة أنه منتصر ففي داخله معركة هو الآن لا يشعر بها وهي التي ستسبب له شقاوة في حياته وهو يبحث عن السعادة نرى الذي يأكل ويشرب بغير حق الذي يؤذي بغير حق الذي يبطش بغير حق الذي يترتب على اخذه ما يريد الاساءه الى الناس بغير حق نراه حصل الذي يريد ها صار من اكابر التجار صار يعمل له حساب صار يحترم يوقر انتهى يومه من الاحترام والتوقير وعمل الحساب والاجلال له جاء وقت النوم يبحث عن النوم فلن يجد النوم اه اه يتقلب هكذا وهكذا يريد ان ينام ما السبب هنا خلل في تصرفاتك في تعاملاتك. يتكبد المرارات من ولده يتسلط عليه يؤذيه يجفوه يعقه انت عندك اختلال في اسلوب تعاملك مع العالم الذي تعيش فيه. العالم خالقه واحد فالعالم واحد اقامه معنى احسان حتى في شؤون الدنيا في العالم يترتب عليها تاثر العالم كله ب... كله بهذا الاحسان. إقامة إساءة ولو في جزئية مع جانب من جوانب العالم يترتب عليه تضرر العالم كله بهذا الجانب وأنت أحد هذا العالم ظننت أنك ستحصل وستكسب بالغش بالخداع بإيذاء الآخرين فرحت الآن أنك حصلت وكسبت الإساءة التي أوصلتها إلى غيرك يترتب عليها اختلال في تناسق العالم الذي خلقه جل جلاله فسواه الله البديع قوم العالم بالابداع ومن ابداع العالم تكامل العالم مع بعضه البعض فاذا حصل خلل في قاعده من القواعد التي اقامها الحق سبحانه وتعالى في جانب من العالم لابد ان يتاثر العالم كله بهذا الخلل وانت واحد من هذا العالم فلا بد وان تتاثر بالخلل الذي انت احدثته احدثته ان لم يكن في الجانب الذي احدثته من الجانب الاخر ولدك هذا الذي يسيء إليك لماذا أساء التعامل معك لماذا أتعبك صاحب ولدا آخر سيء الولد السيء لماذا كان سيئا في بيته أمر لم يقم على وصف الإحسان في التربية أبوه مغضب أبوه عامله بالجبروت أبوه أذاه إلى أن نفره وصار سيئا يا أب لماذا أنت هكذا شديد سيء الخلق شديد المعاملة تؤذي قال أنا أكافح الناس ينصبون علي ويسرقوني وأرجع أنا ضيقان فأقوم و... أفضفض أصب جام غضبي في بيتي من الذي أغضبك أحدهم سرقني في السوق عجيب وهذا الذي ولده آذات متأثرا بولد هذا هو الذي سرق في السوق فالعالم متكامل لأن الذي خلقه واحد الخلل الذي أنت أحدثته هذا لما آذيت هذا وأخذت ماله ترتب على ذلك إساءة من هذا في بيته غضب وشدة الغضب وشدة نفرت الولد وسلك مسلكا غير حسن مسلكه غير الحسن أثر على ولدك الذي يجلس بجانبه في الفصل هذه دائرة بسيطة لكن الحقيقة الدائرة معقدة أكثر بكثير فالعالم على نسق واحد متكامل نسبة إساءتك إلى العالم يترتب عليها نسبة إساءة العالم إليك وهذه قاعدة مضطردة الذي لا يجدها في الأمر الذي يدركه الآن ويحسه لو فتش بعمق قليلا في داخله لوجد أثرها قائم ولا يظلم ربك؟ أحدا فإذا أقمت أقمت هذا المعنى في رأيك الذي تبذله لغيرك والذي تسمعه من غيرك أقمت شيئا من إصلاح فساد العالم الذي يعيش حولك وإن لم تر بعينيك ثمرة هذا الإصلاح علوا للصلاح في الأرض فإنك سترى ثمرة لهذه المحاولة من الإصلاح في المعاملة علوا للإصلاح فيك أنت ويكفيك أن تخرج من الدنيا وقد على الإصلاح فيك وإن صدقت مع الله فعلاؤك لمعنى الإصلاح سيستمر في هذا الوجود إلى أن يأتي إصلاح آخر وثالث ورابع والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملها, عملها. سترى ثمرة ذلك في الجيل الذي يليك في الجيل الذي يليه لا بد وثمرة الخير أن تظهر فأقيموا هذا المعنى في تعاملاتكم إذا اتفقتم وإذا اختلفتم رأيتم الخلاف ينفع والاتفاق ينفع فسبحان النافع الضار الذي لا نفع الا منه ولا ضر الا منه جل جلاله، ان احكمت معاملته استحال العالم كله نفعا، وان اسات في معاملتي له استحال العالم كله ضرا، جعلنا الله واياكم من الصادقين معه، وثبتنا على حقائق الصدق، ورزقنا كمال الاقبال عليه، وأظهر لنا من ثمرات الصدق معه ما نثبت على به على حسن المعامله، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم واجعلنا محض نفع لعبادك واجعلنا محض رحمه بهم واجعلنا محض كرامه وإحسان منا ومنك إلينا ومنا إليهم وأكرمنا يا مولانا بكمال الصدق معك حتى تعود علينا من عوائد هذا الصدق ما نصدق به في اتفاقنا إذا اتفقنا وفي اختلافنا إذا اختلفنا فإن الصدق صدق سيف لا ماض لا يرده شيء أكرمنا اللهم بحقائق الصدق واجعلنا من الصادقين وسلك بنا مسالك الصادقين وارحمنا بما رحمت به الصادقين يا ولي الصادقين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار تب علينا توبة نصوحا طهرنا بها جسما وقلبا وروحا اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي كلنا وليا وبنا حفيا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة <applause> أحبابنا الكرام في النهاية نسأل الله عز وجل أن يمد في عمر حبيبنا الحبيب علي وأن ينعم عليه من فيض علمه سبحانه وتعالى حتى ننهل نحن من هذا العلم ونستفيد به ويجعلنا الله سبحانه وتعالى نبراسا لنا على الطريق المستقيم بابا الكرام حتى نلتقي وإياكم في لقاء آخر نستودع الله العظيم دينكم وخواتيم أعمالكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل لمن يفهم عني ما أقول فصل القول فذا شرح يطول انت لا تعرف اياك ولا تدري من انت ولا كيف الوصول كيف تدري من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النزول كيف تجلى الله أم كيف يرى فلعمري ليس ذا إلا فضول هو لا أين ولا كيف له وهو في كل النواحي لا يذول جل ذاته جل ذاتا وصفات وسماء وتعالى قدره عما نقول